نظمت إدارة الأوقاف السنية الحفل الختامي للدورة التأصيلية المكثفة في حفظ وشرح المتون العلمية بحضور سعادة الدكتور راشد بن محمد بن فطيس الهاجري رئيس مجلس الأوقاف السنية. وأكد الدكتور الهاجري على أهمية الدورة ومخرجاتها، مشيرا إلى أن نجاح الخطة الاستراتيجية لمجلس الأوقاف السنية في نشر العلم الشرعي وتأهيل الكوادر العلمية يأتي في سياق الرؤى والتوجيهات السديدة لجلالة الملك المعظم، والذي يحرص دائما على تطوير الأنشطة والبرامج التعليمية الإسلامية، مثملا دعم الحكومة الموقرة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. احتفلنا في هذه الليلة بعدد من الأبناء المشاركين في المسابقة التي أقامتها إدارة الأوقاف السنية في نسختها الثانية، وإحنا درجنا في مجلس إدارة الأوقاف السنية أن نقيم عدد من الأنشطة والفعاليات والمسابقات التي تهدف إلى تكوين طالب العلم، تمهيدا إلى العالم الرباني، العالم العامل بعلمه والمبلغ لعلمه. وهذه المسابقة تعنى بحفظ المتون، وهي في نسختها الثانية بفضل الله تبارك وتعالى شارك عدد ليس قليل، أكثر من 400 مشارك من الأبناء والبنات في كافة محافظات مملكة البحرين. وفي هذا المساء المبارك تم تكريم الذين أنهوا هذه المتون حفظا ودراسة، في شرح معاني هذه المتون. ما ادري شلون اعبر، يعني الحمد لله ان يعني تكرمنا وخلصنا المتن كامل. وطبعا اشكر والديني واشكر المعلمين اللي علمونا وتعبوا ما شاء الله، الله يحفظهم. اشكر إدارة الأوقاف السنية على هذه الحفل، واشكر جميع الطلبة، واشكر جميع الذين شاركوا في هذا الحفل.